شنت طائرة التحالف العربي بقيادة السعودية غارات جديدة على مواقع للمتمردين الحوثيين في جنوب اليمن عند مداخل عدن، بينما قتل 5 أشخاص برصاص قناصة. الطائرات قصفت فجر اليوم المجمع الرئاسي الذي يسيطر عليه المتمردون، وكان الملجأ الأول للرئيس عبد الرب منصور هادي قبل أن ينتقل إلى السعودية عشية التدخل العسكري نهاية الشهر الماضي. شهدت عدد من أحياء عدن ليلة الأحد الاثنين اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مؤيدين لهادي من جهة والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من العسكريين الذين بقوا على ولائهم للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وفي الجنوب أيضا أصابت ضربات جوية مواقع للحوثيين في محافظة شبوة. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية تقصف اليمن منذ أكثر من أسبوعين أملا في وقف تقدم الحوثيين نحو مدن الجنوب.